En la política del presidente Duque en esta materia es continuar actuando con criterio humanitario. كولومبيا أكدت على لسان وزير خارجيتها كارلوس تروخيو أن حل أزمة المهاجرين الفنزويليين بدول أمريكا اللاتينية رهين برحيل نظام نيكولاس مادورو. وقال تروخيو في تصريحات صحفية إن تسوية أزمة المهاجرين الفنزويليين رهينة بإرساء التغيير في فنزويلا، وحل أزمة الهجرة يمر عبر رحيل مادورو من السلطة وانتهاء الدكتاتورية وبدء مرحلة جديدة من الديمقراطية والحرية بهذا البلد الكاريبي. وكشف أن حكومة بلاده تعتزم مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين الفنزويليين الذين ينزحون من بلادهم إثر الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بها منذ سنوات. وطلب المسؤول الكولومبي المجتمع الدولي بتعبئة المزيد من الموارد لمواجهة أزمة تدفق هؤلاء المهاجرين على بلاده، وأشار إلى أن سياسة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي بهذا الشأن تشمل مواصلة العمل لتسوية أزمة المهاجرين بالاعتماد على المعايير الإنسانية والتضامن، مبرزا أن الأجهزة الحكومية الكولومبية ستواصل عملها على الحدود بين البلدين.